خامس ميزانية معانا، وهتكون ب 1500 جنيه خاصة بمتابعة معانا هنا اسمها رنا. اسفة يا رنا، مش عارفة اعمل رد على الكومنت بتاعك، علشان انا قفلت الكومنتات عشان اعرف اكمل ميزانيات واقدر ادي لكل واحد حقه. ما ننساش الصدقة اول حاجة كده نحطها في دماغنا، حتى لو مبلغ بسيط. الميزانية بتاعتنا فيها فواتير ب 400 جنيه، هنشيل من 1500 400، هيبقى 1100. عندنا الألبان هنجيبهم ب 400 جنيه، تقدر تجيبهم شهريا أو أسبوعيا، بس أنا من رأيي أسبوعيا، كل أسبوع 100، وممكن تمشيها كل 15 يوم 200 جنيه أو 150 جنيه وتوفري الباقي. ما تنسيش تجيبي من ضمن الألبان جبنة قريش، مغذية جدا للأطفال وليكم كمان، وأحسن من الجبنات اللي فيها دهون نباتية. يبقى اتفقنا 400 في الشهر للألبان من 1100، هيتبقى لنا 700 جنيه. 700 هنشيل منهم 160 جنيه للمنظفات، هيتي كلور وكلور ألوان سايب، وهيتي إيريال جل وسلك وليف مواعين. لو اتبقى معاكي حاجة هاتي بيهم أي منظف تاني، أو البودرة بتاعت تسليك الأحواض. نيجي بقى للقسم اللي بعد كده، هنجيب إزازة زيت عباد ب 50 جنيه. ليه بحط زيت العباد في الميزانيات؟ علشان بدل ما نوفر تمن زيت العباد ونطبخ بزيت آلية ونتعب، وبالتالي هنصرف ده في الأدوية، فممكن نوفر على نفسنا ونجيب إزازة زيت عباد بقى. ولما نيجي نطبخ ناخد مثلا مكعب زبدة مع معلقتين من زيت العباد. هتجيبي إزازة زيت آلية، الآلية كتير وحش، فهتكون زيت الآلية ب 35 جنيه مثلا لو هي لتر. هنجيب ب 75 جنيه زبدة طبيعية بتجيبيها من سوبر ماركت كبير أو محل من محلات اللي هي مستلزمات الحلويات. هتجيبي 4 كيلو مكرونة ب 70 جنيه، وممكن أقل لو بتستخدمي أقل ووفري. هتجيبي شكارة رز، الشكارة ب 50 جنيه، 5 كيلو. لو قدرتي توفري في المكرونة ونزود شوية في الرز ونجيب رز أنضف، يبقى كده حسبنا 280 جنيه. 280 من 540 هيتبقى لنا 260 جنيه. هنجيب يا لحمة يا فراخ، معلش بقى، ب 100 جنيه لحمة مفرومة تمام، ودي تجيبيها للطبيخ بس. الكيلو تقدري تقسميه على 5 طبخات. وهتجيبي ب 50 جنيه لحمة مفرومة هتقسميها على 2 للبشاميل او مثلا للجلاش. وهتشتري 2 ماسورة، ماسورة من عند الجزار حلوة جدا، اسلقيها وحطي معاها طماطم وبصل وورق لورا وحبهان وملح وفلفل، واستخدميها كشوربة بدل اللحمة، مفيدة جدا. طريقتها على قناتي، هيتبقى لنا 90 جنيه بس كده.